بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو راح نتحدث عن كيف أبعث رسالة خاصة إلى أستاذ المقرر. أولا راح أدخل المقرر اللي أنا مسجل فيه كطالب، أضغط عليه، راح أروح إلى نيو تشات. شفتوا علامة القلم اللي موجودة فوق هني؟ راح أضغط عليها. طبعا كل المحادثات تكون موجودة هنا، أقدر أدخلها من هني مباشرة أو أروح للتشات راح يطلع لي نفس اللي أوت. راح أضغط هذه، أضغط اسم الشخص اللي بتحدث معاه، مثل أنا ببعث رسالة إلى الدكتور سلطان السهلي. أيضا ممكن أبعث رسالة حق أكثر من شخص، يعني ما في مانع. مثلا عندي هنا دكتورة فوزية العوضي، ممكن أيضا أبعث لها رسالة، فأقدر أحط أكثر من شخص هنا. مثلا راح أبعث للدكتور سلطان، وهني عندي نفس البوست، نفس اللي موجود عندي في البوست أقدر أبعث له إياه، فراح أكتب له مثلا دكتور، شكرا، راح اكتب له للدكتور سلطان شكرا للإضافة، دكتور سلطان. فأنا أقدر أحط له تكست، أقدر أحط له اتاتشمنت، أحط له فايل مثلا، أقدر أحط له ايموجيز، ستيكرز، نفس الأشياء، الباج، شكر، في أكثر نفس الأشياء اللي أنا كنت أحطها في البوست العادي. راح أضغط علامة السند، راح يروح له المسج، كذي المسج راح يروح للدكتور سلطان السهلي. وهذه الطريقة اللي ممكن من خلالها أتواصل فيها مع عضو هيئة التدريس أو أستاذ المقرر من خلال هذا الدكتور سلطان رد علينا.